صباح الخير لكل مشاهدينا، مثل ما كنت عم بخبر صبايا اليوم الاخبار هيك شوي متنوعه، شوي فينا نقول استعمالات صحيح يوميه وهن اختراعات صغيره. بين هالاختراعات عاده نحن اذا بدنا نعمل فتحه بالحيط، بالاخص اذا كان الحيط هو من جبسن بورد، عندنا شوي مشكله، يعني فينا نخرق بالمقدح زياده انه فينا لحتى نعمل هالفتحة اللي هي بشكل مربع أو شوي مستطيل، رح يكون عنا مشكلة كيف ما نقص هالجبسون بورد، ومرات بنعمل تشويهات كتير. فهلأ رح نشوف كمان بالفيديو الطريقة الجديدة، وطريقة كتير مهضومة وفينا نقول سريعة كتير. هلأ رح لكم شوي سريعة وقديش فيها توفر، قدي وفرت لهلأ بإنجلترا بالتحديد. هالطريقة هي هالكواتسو، هو فينا نقول منشار عنده أربع فينا نقول ميلات. هالميلات هي أربعة منشار من أربعة اتجاهات، في قص بمجرد أنه نحن عم نوصله على مقدح، حيالله مقدح فيكون مقدح بطارية أو مقدح كهرباء، وعم نقدر نقدح أو نعمل فتحات بالجبسون بورد إذا عنا الحيط جبسون بورد بكل بساطة وبكل سهولة وسرعة. شوف بأي سرعة قدر يعمل ثلاث فتحات بالوقت اللي الشخص اللي حده اللي عم يجرب بالمنشار مثل ما عادة بيعملوا فتحات، بعد لهلأ ما قادر يعمل أول فتحة. وبالتحديد إذا بتشوفي بس بده يعمل فتحة قديش فيها دقة، إيه قد فيها خراب شوي ومنها كتير هيك نظيفة. صح، يعني منه شغل نظيف، منه شغل نظيف. طلع ليك قديش وفتفت الحيط وحالته حالي 100%، بينما هون مع الكواتسو بكل سهولة عم يقدر يعمل كأنه ليزر كات هيك عم بيكون. صحيح صحيح، وبذات الوقت لحتى كمان ما يطلع عندك تعرجات أو تكون مش جالسة مظبوط 100%. يعني هالفتحة في عنده زيبق صغير، هالزيبق بيجلس لك ايدك موجود دغري على الـ على الـ على هالكواتسو. بحبهم هالموتكنيك انا، هدول بذكرونا من قبل، مش كثير عم نسمعهم هلا حاليا. صحيح عن جد. فكنت عم بقول بس للعالم هيك ياخذوا فكره انه ببريطانيا بانجلترا بالتحديد لحالها 200 مليون فتحه بيعملوا بالسنه. اوف، فشوفي قديش وكل فتحه او فينا نقول هالشخص اللي عم يشتغل بيقبض على ساعته تقريبا حوالي 30 دولار. هن بيلاقوا انه عم بيوفروا حوالي 320 مليون باوند بالسنه، يعني اذا استعملوا هالمقدح. صحيح. رح انتقل لفكره جديده منشوف عادة نحن بالأفلام الأمريكية، بس يعملوا مطاردات بالسيارات أو حتى هي مرات منشوفها على يوتيوب، مطاردات الصحيحة للسيارات إذا شخص هربان. نحن منشوفها هون بالجرم المشهود. صحيح. الـ MTV. صحيح. بس بالجرم المشهود. بس هي الفكرة، إذا بدك تلحق سيارة كيف بدك توقفيها للسيارة؟ دائما منفكر فيها كل ما نكون عم نحضر أفلام، بس عادة هن بعرف قد ايه منطقية قصة التشفيط وهيك. هي شوي فيها من الواقع، وهي الفكرة انه بيجوا من ورا السيارة وبيضربوها على جنبها لتبرم. في طريقة على زاوية، صح، على زاوية السيارة لتبرم هالسيارة، وبالنهاية بس تبرم رح يكونوا حوطوها وما تقدر ترجع تمشي. الطريقة الجديدة والفكرة اللي كتير حلوة رح نشوفها بالفيديو، جرابلر اسمها. جرابلر هي بتطلع هال فينا نقول هالنت، هال فينا حبل، هو مش حبل بالتحديد، هو مثل اقشاط. هالاقشاط بيكون على السياره ليكي شكلها من قدام مثل القرون، بس بتفتح بكل بساطه وبتلقط، بتبعت ثلاث دولاب. اوكي، بيلقط الدولاب، وهون بس يلقط الدولاب توقف السياره، وهن بيركزوا كثير منيح انه تكون وقفه السياره مستقيمه جالسه ما تعمل اي مشاكل. وعملوا تستات عليها حتى بين السيارات، عم بيقدروا يوقفوا السياره بكل سهوله بين السيارات، ما في اي مشكله. هيدي اذا كنا عم نحكي سيارات دفع الخلفي توقف بسهوله، الدفع الامامي اصعب شوي، بس الفكره وين؟ انه بضل لقطه
يعني هالقشاط ما بيفلت بس على السياره، بضل لاقط بالسياره الخلفيه، سياره الشرطه بالتحديد، وبفريماته بيقدر يوقف السياره. يعني على طول في هالطريقه، وهالطريقه شوي كمان مأذيه للسياره لانه بتخرب الدولاب كومبليتلي. بس هون لما بيكون في قصه جرائم بالموضوع، يعني بفتكر يعني في اولويات انه اكثر من الدواليب. 100% اكيد اكيد. نحن عم نشوف بس شو لوين بتودي الخبريه، بس بالنهايه بتوقف السياره. تخيلي حتى اذا قاطر شيء وقفوا القاطره ورا، توقف السياره. بس بعدها بمرحله الاختبارات يمكن، او بلشوا يستعملوها. رح يبلشوا يستعملوها كثير قريبا. شوفي اذا بين السيارات كيف بكل بساطه قدرت توقف السياره. واو. بلا ما تأذي السيارات اللي حواليها. كأن فيديو جيم. كأنه فيديو جيم. هدول التستات اللي انعملت على هالجرابلر لحتى ما بقى يقدر هالشخص يهرب من وجه الشرطة. هيدي بعتقد فيها تكون عم تستعمل بكل بلد العالم، مش بس بأمريكا. بس رح تبلش بأمريكا. رح تبلش بأمريكا. أوكي. هن اللي بلشوا فيها وهن اللي رح يكفوا بعتقد رح بهالفكرة. هون عم نشوف انه موهين السيارة، يعني حاطين بايسيكل راك قدام مع بايسيكل، وشوف شو مضمون الفكرة. روعة. ذات ست وقفت السيارة. هي تاخذ شوية وقت بس. بفتكر أأمن كمان يعني غير سيارات موجودة على الطريق. صح. يعني صح. ما بيقعدوا يضطروا يكونوا عم يعملوا هالطريقة القيادة الصعبة. عم يضربوها لحتى تبرم ويمكن حدا يتأذى بمحل من المحلات. صحيح. فهيدي فكرة، هيدا الاختراع الجديد للشرطة الأمريكية. إن شاء الله بيصير بلبنان. يعني. إنه بالنهاية من السرعة. من كل شيء. من كل شيء. فكرة ثالثة كمان اختراع جديد مهضوم كتير للأشخاص اللي بيعيشوا بمناطق جبلية واللي على طول في بتعرفي مع السقعة بيصير تجلد الأرض. بهالجليد بيصير لحتى تمشي عندك صعوبة وبتزحطي وبتوقعي بتكسري حالك. هدول الأمور اللي بيجربوا يتجنبوها بأوقات بوقت من الأوقات بمجرد أنه يلبسوا سبايكس هني لحتى بوتس تحت البوتس. اكزاكتلي. هلا الفكره من شخص فينا نقول من شمال القاره، عم نحكي البلاد الاسكندنافيه، لقى هالفكره، اخترع هالفكره بالتاكيد. هن سبايكس بقلب بوتس، يعني انت بتشتري البوتس طبيعي وبتشوفي انه عندهم سبايكس. كيف بنستعملهم؟ هلا بنشوف بالفيديو طريقه كثير سهله كثير مهضومه. في جليد بمجرد انك تبرمي مثل السويتش على نعل من تحت للبوتس، تبرمي هالسبايكس. رح افرجيك كمان قديش في موديلات لإلهم. هل هالموديلات المتنوعه موجوده كلها، رح تكون موجوده فينا نقول بالاسواق من في اكتوبر. بناتي وهيك اشياء بناتي بعد لهلا، بس انه ممكن يكونوا يونيسكس هون. ممكن بس بالوقت الحاضر اي بالوقت الحاضر هن رجالي. الحلو ما تلاحظها لانه لينزلوا للاسواق رح يكون باكتوبر 2017. اوكي. سو من هلا لوقتها بيكونوا طلعوا ديزاينات النسائيه. اكزاكتلي. اوكي لك. سو سويتش صغير بقلب البوتس، بمجرد انك عم تدعسي وزن الشخص هو اللي بينزل السبايكس على قد ما محتاج على الجليد. واذا عم تمشي على باركي بلاط بيتون ما بينزلوا. وكمان فيك بكل سهولة عم نشوف هون فيك تسكريها، يو سويتش هال 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 سويتش. قديش صايرة معنا؟ تمشي بكل سهولة. قديش صايرة؟ صايرة كتير. صايرة أنا هديك السنة صارت معي مرة. سو مع كل العالم بتصير. بس مشي حالك. جات سليمة. جات سليمة فينا نقول. لانه بالمناطق الجبليه على طول عندك مشكله الجليد، مرات ما بتنتبهي. بعدين نحن بلبنان ما بحس بعدنا مجهزين كثير حتى نكون انه عندنا الوسائل الوقايه لما بيكون في جليد او ثلج، خصوصا لما بتثلج على الوسوط يعني. يمكن فهذه الفكره لحتى تساعدنا انه نتجنب نوقع ونأذي حالنا. عندنا وقت لنفكر فيها اذا اوكي. عندنا وقت. صح. عندنا وقت. لا عندنا سنه. عندنا سنه كامله. اوكي. بعد عندنا شيء لليوم. بعد عندنا اخر ايتم راح احكي عنه، فكره جديده للسكيورتي. اتس هوم سكيورتي. اوكي. قصص انت لحتى اذا عندك بيت، كيف بتطمني بالك انك فليتي بيت؟ عم نحكي مش شقه. هالبيت بيكون
يكون مجهز او فيك تجهزي بهدول السيستمات هن إضاءة بذات الوقت وكما وأنه هن موشن سنسور بينزرعوا بجنينة بياخذوا بيلقطوا حيلا فايبريشن حيلا صوت أو حيلا حركة بتصير قدامهم وبيبعثوا على يور سمارت فون أنه في عندك حركة في تحرك أكيد البيت. هنا عم نحكي عن حركة الأشخاص لأنه مش معقولة الممر مثلا حيوان أليف أنه يعملنا هي هون كلها. كمان هالحيوان الأليف بيقدر يكون بيقدر هالسيستم يتعرف على الحيوان الأليف ما يبعث لك نوتيفيكيشن لأنه هذا it's your pet عم يكزر بجنينة مثلا وكما وأنه بمجرد عبت شفت هدول اللي بيكونوا هدول الإضاءة وسنسر وهني بيشتغلوا على الطاقة الشمسية يعني كمان ما بدهم كهرباء بكل سهولة والحلو كتير أنه بمجرد أنت شغل راسك بالخبرية بتبعتي الدرون لحتى يستكشف ويشوف شو فيه ويبعث لك لايف فوتج من الموقع من البيت لانه مزبوط لانه اذا كنا بمحل بعيد يعني مش منطق انه كل ما دق الالارم نركض 100% مثلا على البيت وكيف بدك تعرفي فهيدي الفكره هالسان فلاور هن مسمينها بتضوي اكزاكتلي وبتعرف بتاخذ موشن سنسور فيها موشن سنسور بتعطيك كل المعلومات اللي انت بحاجه لها او لحتى تعرفي شو عم بيصير من وراء هالدرون اللي كمان بتبعتيها تستكشف وبترد عليكي خبر بالصور اكيد ثانكيو لك فادي دائما بتخلونا موصولين بالعالم بهالطريقه التكنولوجيه تكنولوجي شكرا لك رح ناخذ وقفه سريعه وبنرجع